معكم الدكتورة علوي حسنة، اختصاصية في علاج وتشخيص مرض سرطان. جينا اليوم طرقنا، درنا واحد اليوم تحسيسي لجوج ديال الأمراض اللي هما مرض سرطان الثدي ومرض سرطان عنق الرحم، اللي هما كيتعتبروا ما بين الأمراض اللي كيتصابوا بهم العيالات سواء في المغرب من الدرجة الأولى سواء في الخارج. هاد الأمراض للأسف غير ما التوعية ديالها كتكون قليلة، وفي المغرب كيجيو عندنا العيالات في واحد المرحلة اللي هي متأخرة، مازال ما كايناش، مازال ما عندناش واحد التشخيص اللي هو مبكر بكثرة، حيت داكشي مقارنة مع الدول الأخرى كنشوفوا في واحد المرض في واحد المرحلة اللي هي متطورة. دونك هذا النهار هو نهار جد مهم للتوعية والتحسيس، طرقنا فيه على المرض السرطان الثدي في النقطة الأولى، عرفنا به ودرنا شنو ووصلنا العيالات شنو هو التشخيص المبكر، التشخيص الذاتي والتشخيص الإشعاعي وفوقاش كنديروه، وطرقنا على المرحلة الثانية، هضرنا على سرطان عنق الرحم اللي هو ثاني سرطان اللي كيتصابوا به العيالات، وشنو هو هذا السرطان وكيفاش كيداوى وكيفاش كيتم التشخيص ديالو، واكدنا على أهمية التلقيح عند العيالات عند البنات الصغار، لان هذا التلقيح ولا موجود عندنا الحمد لله في المغرب. دونك اللي نبغي الكلمه الاخيره نبغي نقول بان التشخيص المبكر كيعاون الطبيب باش كيدير العلاج المبكر، العلاج لواحد المرأة المبكر كيدي العلاج التام لهاد الجوج الامراض. دونك الا قدرنا نشخصوا في المرحله الاولانيه قد نقدروا نتعالجوا بواحد النسبه جد مرتفعه. هاد العلاجات متوفره الحمد لله في المغرب، وكنتمنى ان العيالات اللي كانوا حاضرين معنا يديروا الدور تاهما لهم التوعيه للناس الاخرين، ونتمنى ما يكونش هذا نهار واحد، يكونوا نهار اخرين اللي نقدروا فيهم نديروا توعيه. وشكرا.